أن يقود الأمة وأن يقود الناس وأن يقود المجتمع إمام، بمعنى يكون هو القائد لها، وإلا كان المآل إلى الاحتراب والاقتتال وسفك الدماء. كافة العقلاء، عقلاء بني آدم، مسلمهم وغير مسلمهم، يتفقون على ضرورة أن يقود الأمة وأن يقود الناس وأن يقود المجتمع إمام، بمعنى يكون هو القائد لها، وإلا كان المآل إلى الاحتراب والاقتتال وسفك الدماء. وأحسب أن من تتبع أخبار بعض الدول وجد هذا مصداقا، ومن تتبع التاريخ، كتب التاريخ وما تضمنته، يجد ذلك جليا واضحا. فإذا تقسيم الناس إلى راع ورعية لا يختص بالمسلمين، بل هذا يتفق عليه كافة العقلاء. فلا تجد مجتمعا ولا بلدا مسلما أو غير مسلم إلا ولا بد أن يكون له ثمة قائد يقوده، على اختلاف تسمياته، ربما يسمى سلطانا، ربما يسمى ملكا، ربما يسمى أميرا، ربما يسمى رئيسا أو نحوه. لذا جاءت الشريعة لهذا الأصل فبينته وقررته، ووضعت أيضا واجبات تتعلق بالراعي وواجبات تتعلق بالرعية، ونظمت الشريعة هذه المصالح الدنيوية والأخروية، فجعلت لكل واحد من الراعي والرعية حقوقا لا بد وأن يعرفها.